لطيف. بقول أنا قلت إني أنا كاتب 70 كتاب، وبنفس الوقت بقول أنا مسيحي. فقال هذا يزعجه، فإذا أنا اللي كتبت 70 كتاب لسه بقول أنا مسيحي، فما بال الإنسان الذي لا يكتب ولا يقرأ ويقول أنا مسلم أو يهودي؟ إذن لا فرق بيني وبينه. هذا السؤال، يعني هو منزعج ليش أنا بقول أنا مسيحي؟ إذا شو الفرق بين هذاك اللي بيقول أنا يهودي وهذاك مسلم؟ طرحنا السؤال على مفتي الديار الأوروبية، وأتانا بالجواب التالي: سلام على من اتبع الهدى وقدم العقل على النقل. أما بعد، فيما يخص السؤال المطروح، أنا لم أطلب أحد أن يتخلى عن ديانته أبد. إن عايز يقول عن نفسه مسلم هو حر، إذا هو عايز يقول عن حاله بوذي هو حر، إذا حاب يسمي حاله يهودي يسمي حاله هو حر، إن عايز يعبد الكرد يعبد الكرد، وأنا مالي ماليش حجة عليه. كل واحد بينام على الجنب اللي رايحه، شو المشكلة؟ أنا مش فاهم شو المشكلة. ها، الشيء الوحيد المطلوب إنه الواحد يستعمل عقله فقط. وأنا دائما قلت أنا مسيحي غير عقائدي، أي مشاكل العقل ما لا أتدخل بيها، أنا يهمني المبادئ الأخلاقية، فقط المبادئ الأخلاقية. وقلت قبل قليل أنا أعتبر شريعة المسيحية لا تصلح لكل زمان ومكان، كما قلت أن شريعة موسى لا تصلح لكل مكان وزمان، وشريعة محمد لا تصلح لكل زمان ومكان، والشريعة السويسرية لا تصلح لكل زمان ومكان، وشريعة حمورابي لا تصلح لكل زمان ومكان. شايفين المشكلة؟ ما تكونش حساس، يعني لك أنا دائما بعطيك أمثلة كمان خارج المجال، بقول لك حمورابي، هل شريعة حمورابي تصلح لكل زمان ومكان؟ لا. إذا أنت أخي إذا حاب تسمي حالك مسلم سمي حالك مسلم، مو مشكلة عندي أبد، المهم ما تضرش الغير. هذا كله ما تتعداش على حقوق الغير باسم ديانتك. ونفس الشيء قول لليهودي عايز تسمي حالك، تعمل نفسك يهودي، تعتبر نفسك، اعتبر حالك يهودي وانا مالي. انا سحاسبك فقط في حالة تعديت على حقوقي. اذا انت والله بتصلي لله ومتعبد وما بتضر حد، وانا واحد حامل لحيته والثاني تعبان بيها، ليش؟ هو حر يا سيدي، هو حر. ولا أنت عايز كل الناس يصيروا ملحدين؟ لا، والملحد برضه حر. إذا واحد مش عايز يقول عن نفسه لا مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا بوذي، ويقول أنا لا ديني، ما هو حر وماله؟ وماله أنت تعبان فيه ليه؟ أنت مسؤول عنه؟ مش مسؤول عنه، ولا أنا مسؤول عنه، ولا أفرض رأيي على أحد. آمل إني رديت على سؤالك أخي، ولا تأخذني إذا أنت فهمتني مش كويس، فارجع للحلقة السابقة وبعدين نتكلم في الموضوع. ارجع اطرح السؤال إذا أنا جوابي مش واضح. أوكي، أجدد، أنا لا أدعي العصمة أخي الفاضل، لا أدعي العصمة. واحد آخر طرح سؤال مشابه، بيقول ليش أنت يقول لماذا أنت تقول عن نفسك مسيحي؟ ليه؟ هناك تعاليم أخرى جميلة لفلاسفة وحكماء. قال لي، إذن جاءنا السؤال التالي: هناك تعاليم أخرى جميلة لفلاسفة وحكماء، لماذا كل هذا الاهتمام بالمسيح؟ وأضاف:
بالله عليك، أنت أستاذ وباحث، ما الذي ستستفيده من راعي غنم في صحراء قاحلة في فلسطين عاش له 2000 سنة؟ هناك الكثير من العظماء أفضل من المسيح ويعيشون معنا، وهم نموذج أفضل. لا نحتاج لكتب قبل 2000 عام لتعلمنا الأخلاق وتعطينا التعاليم. يعني صبوا نفس الخانة، بس هذا أقل حساسية بالإسلام. هو صاحبنا ده يعني من زعج إني أنا بقول مسيحي. طيب ليش مسيحي بكلي؟ طب ما هناك في ناس أفضل من المسيح. طرحنا السؤال على مفتي الديار الأوروبية فوافقنا بالرد التالي: سلام على من اتبع الهدى وقدم العقل على النقل. أما بعد، فيما يخص سؤالك واستفساراتك، فهذا ردي. طبعا هناك تعاليم أخرى غير المسيحية، أنا لا أقول أن فقط التعاليم المسيحية هي الموجودة، ولا أعترض على أن واحد يقول عن نفسه يهودي كل قبل شوي أو مسلم. وأنا بذاتي إذا أجد تعاليم كويسة في القرآن بأخذها، وإذا وجدت تعاليم كويسة عند كونفوشيوس بأخذها. كونفوشيوس عاش قبل المسيح، وإذا شفت تعاليم كويسة عند بوذا قبل المسيح بأخذها. ها، ما عندي مانع، أخذ كل شيء كويس مهما كان. ها، وإنت لما يودوك على المدرسة عزيز قلبي تروح على مدرسة. طب ما في ألف مدرسة، ليش تروح على المدرسة هاي مش هديك؟ مدرسة لا تلغي أخرى. طيب وفي آلاف الأساتذة بقول لك ليش أنت تروح تتعلم المعلم الفلاني؟ يعني أنت ضد المعلمين الآخرين؟ يا أخي لا، ما تتعبش الناس بالطريقة هاي، ما تدورش على مشاكل بلا سبب. لا، ألا أنا لما كنت صغير تعلمت في مدرسة القرية، هذا لا يعني أن المدارس تعون القرى الأخرى غلط. لا، هذه القريبة على بيتي فرحت على المدرسة الموجودة. طيب، وتبعت وتبعت تعليم يعني دراسة اللي أعطوني إياها أساتذة في مدرستي. ما تجيش تقول لي ليش تبعت تعليم هذا الأستاذ ما تبعتش الأستاذ الآخر، ما هو أفضل منه. أخي هذا موجود في المدرسة اللي أنا فيها، فهمتم علي؟ فأنا تبعته. هذه المشكلة. وعلى كل، أنت لما تروح على المدرسة مش مفروض أنك تبقى في المدرسة ليل نهار وطول عمرك. هو فقط الكسلان اللي بيبقى بنفس الصف. ونفس الشيء مثل القطار، أنت لما بتركب قطار بيوصلك من مكان لمكان، مو معناته تظل نايم بالقطار، لا، تنزل في المحطة وما في مانع تعيد تركب ومشان تروح لمحل تاني، ما في مانع. فأنا لما أقول عن نفسي إني أنا مسيح، أنا بأخذ من مبادئ أخلاقية لشخص كان جاري، كان يعيش على 20 كيلومتر من قريتي، وتعاليمه ما عجبتني، لكن لا أستثني الآخرين. يعني أنا كثيرا، أنتم رأيتموني استشهدت بكلام ماركوس أوريليوس وهو إمبراطور روماني وثني يتبع الفلسفة الرواقية التي أحبها كثيرا، رغم أن وثني أخذ بكلمته، وكلمته هو بيقول لك يعني إذا كان أنت أعمل صالح كويس، فإذا كان هناك إله عادل سوف يجازيك، وإن كانك إلهك ظالم ما لكش حاجة تعبده، وإذا ما فيش الله على الأقل بتترك ذكرى طيبة عند أحفادك. نفس الشيء، فأنا بأخذ كل ما يعجبني. أنا تعاليم المسيح بتعجبني، تعاليم الأخلاقية يعني تعاليم الأخلاق. السيد المسيح لم يكن مشرع،
وقلت قبل شوي أنا لا أقبل بكل تعاليم القديس بولس التشريعية، ما أقبلهاش. وحتى التعاليم العقائدية المرتبطة بالمسيحية قالها المسيح، أو لا ما دخلني بيها، أنا ما بحبش الأمور العقائدية، ما بحبش التعقيد، أنا ابن فلاح وبسيط للغاية، وبسيط للغاية، أخذ التعاليم الأخلاقية اللي تحت إيدي للي عندي قرب له. فلهيك أنا أقول أنا مسيحي وما المانع. ويحدث أني أذكر آيات في القرآن، وبرهان ذلك رسالة الدكتوراه تاعتي اللي بالفرنسي، بدايتها ذكرت آية من القرآن. هتقول لي ليه ذكرت الآية هاي؟ طب شو بتقول هاي الآية؟ فهمت علي؟ فهاي الآية يعني بقول لك ولا تلبسوا الحق بالباطل. طب هذا تعليم ممتاز، مو علشان اجت في القرآن اتركه، لا اروح شو كويس. او مثلا محبة الاهل والاحسان لهم والاحسان لليتامى، ده كلام جميل جدا، مرفضوش لانه جاء في محمد، جاء من محمد او من القرآن، لا. وهناك امور جميلة ايضا في التوراة، لكن ما خدهاش كلها. أنا بقول عن نفسي مسيحي ومرتاح لهذا الأمر، أنت تعبان ليه؟ وإذا ذاك بيعتبر حاله يهودي أنا مالي فيه، تعتبر حالك مسلم أنت مالك. المبادئ الأخلاقية تتخطى الزمان والمكان، مبادئ الأخلاقية. أنا امبارح سجلت شريط ذكرت فيه كلام لوالدتي، والدتي لا تقرأ ولا تكتب. فتجيش تقول لي أنت عامل دكتوراه وكاتب 70 كتاب وتذكر لنا والدتك الله يرحمها، يا أخي ما تقدمت. لا، والدتي كانت أمية صحيح الله يرحمها، لكن عندها مواقف مشرفة إنسانية ومبادئ أنا بقيمها. لأن الواحد كل ما يدرس كثير مرات بتخربط عقله وبنسى البوصلة، بنسى البوصلة. فالواحد يتذكر، أنا شخصيا أتذكر أساتذة لي علموني لما كانوا عمري 8 سنين، لما كان عمري 8 سنين علموني، أتذكر كلامهم لحد اليوم. حتقول لي ليه تتذكروا يا أخي، أنت صار عمرك الآن 70 سنة وعندك شهيد الله وعندك 70 كتاب، ما لكيت إلا هذا تتذكره؟ وما المانع أتذكر إذا أنا رأيت أن كلامه جميل. فهمت علي؟ فما أعرفش هذا الموقف للتزمت لهالدرجة هاي، عيشوا خلي الناس يعيشوا، المهم ما تضرش بالآخرين. أظن أني واضح، لكن ما في مانع أنه إذا عندك يعني مشكلة إضافية أو سؤال آخر حاول أرد عليه. وعلى كل كلامي أنا مش منزل من السماء. في واحد